بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد وحصاد الأهلي. صراحة في البداية أتكلم مع حضراتكم في حاجة مهمة جدا. الأهلي كمان يومين يستعد لمباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي. الحالة اللي موجودة في الشارع وأنت ماشي في كل مكان تكلم مع أي حد من الجماهير، تكلم مع أي حد في أي حتة بيتحدث عن نادي الأهلي، استعداداته وعودة أحمد فتحي، ماذا سيفعل النادي الأهلي في مكان حسام عاشور، هل كابتن حسام البدري هيدفع غرامة كبيرة، كل بيتكلم عن الماتش. تلاقي وأنت ماشي في الشارع الناس بتتكلم معاك عن المباراة، تتكلم داخل النادي الأهلي الناس بتتكلم على المباراة، أعضاء الجمعية العمومية، كل بيتكلم على المباراة، بيتكلم على أهمية المباراة، النادي الأهلي بيلعب نهائي أفريقيا، كل من يعشق النادي الأهلي بيبحث عن البطولة التاسعة. ولكن فجأة تلاقي في بعض وسائل الإعلام وبعض القنوات الناس كلها شغالة انتخابات، ويبدو أن هم نسيوا أن النادي الأهلي بيلعب ماتش نهائي دوري أبطال أفريقيا، نهائي أهم بطولة في القارة الأفريقية، نهائي دوري أبطال أفريقيا تاني بطولة بعد كأس الأمم الأفريقية، واللي بيمثل فيها نادي الأهلي فريق مصري. فتلاقي الناس عايزة تتشاف، فبدل ما تتكلم على أهمية المباراة ووضعية المباراة وتصريحات المدير الفني المغربي يقول لك طريقة لعب الفريق المغربي إيه ومين هم أبرز لاعبتهم وإيه النتائج بتاعتهم في الدوري المغربي ووصلوا إزاي والمشوار، تلاقي الكلام كله على معركة شرسة جدا في النادي الأهلي في الانتخابات. كل بعض من مش عايز اقول الكل ان في ناس برضو الصراحه على اعلى مستوى لازم نشيد بيهم بيشتغلوا بروفيشنال فعلا باحترافيه ومديين، يعني ناس جايبه بقى وصول الفريق المغربي واستعدادات الفريق النادي الاهلي و الى ذلك، ولكن في جانب اخر مش شايف غير الانتخابات عشان يتشاف. انا بقول لحضراتكم اهو عشان يتشاف، مش لاقي حد يشوفه فبيقوم يصدر ازمه. فبدل ما يتكلم على الشيء المهم الحدث المهم، ما نتكلم بقى اعلام، الحدث المهم هو نهائي دوري ابطال افريقيا. اتفرج كده على اي حاجه، ما انت برضه عندك في انجلترا وعندك في اسبانيا وعندك في كل مكان في العالم، انا بتكلم فيه حتى شبوت بيل في المانيا، كل حدث بيبقى له توابعه وبيبقى له من يتابعه، وسائل الاعلام عايزه تغطي اي حدث، واكيد انتخابات النادي الاهلي حدث كبير جدا جدا. ولكن ما هو الحدث الاهم؟ انا ما حدش قال انك ما تجيبش سيره الانتخابات، لكن لما تعمل لي برنامج مدته ساعتين تتكلم فيهم في الساعتين عن الانتخابات والمعركة الشرسة واخر 10 دقايق خبر ان النادي الاهلي هيستبعد حسام عاشور بسبب الاصابة، هو ده اعلام؟ تضحك على مين؟ تتكلم لمين؟ كل الناس في الشارع اي حد انت بتقابله اتكلم معاك في كرة القدم، احنا عندنا جمهور النادي الاهلي بيعشق كرة القدم وفاهم كرة كويس قوي، يقعد يتكلم معاك، ما حدش بيجيب سيرة الانتخابات خالص، الناس كلها بتتكلم على الماتش، هو ده الحدث الاهم. اتفرجوا حضراتكم كده لما يجي نهائي دوري ابطال اوروبا وفي مشاكل في الريال وفي مشاكل في ريال مدريد وفلورنتينو بيريز وفي مشاكل في بعض الامور التسويقيه و الى ذلك، محدش بيتكلم الا على كيف سيلعب ريال مدريد ماتش نهائي فاينل تشامبيونز ليج، ازاي تخطى الاتليتيكو وازاي تخطى كذا وازاي هيواجه اليوفي واليوفي، هل الكره الايطاليه في مواجهه الاسبانيه ومواجهه ثانيه واليوفي عنده مين بيلعب و و و و أليجري هيلعب، هو ده الحدث الرئيسي اهم حدث في اوروبا. فجورنان الماركا وحتى الموندو ديبورتيفو هناك في اسبانيا في جورنان موالي لريال مدريد وهو الماركا وفي الموندو ديبورتيفو لبرشلونه، وحتى في جورنان اسمه سبور موالي لبرشلونه كان بيتحدث عن، لم يتحدث عن مشاكل الريال، تحدث عن ماذا سيفعل الريال امام اليوفي في دوري نهائي دوري ابطال اوروبا. فبصوا حضراتكم على المشهد العام، لما نيجي نطلع نتكلم نلاقي بعض الزملاء عشان يتشافوا سابوا كل الدنيا، زي ما قلت لحضراتكم في واحد برضو من الساده ساب الدنيا كلها وصدر لنا ازمه حسام البدري مع الكابتن حسام البدري مع عماد متعب ومفيش ازمه على الاطلاق خالص. فهو ده الحدث الاهم اللي حضرتك لازم تغطيه بالشكل الامثل، وتفنن بقى وريني ابداعك هتجيب ازاي النادي الاهلي بيستعد، وريني ابداعك ازاي هتجيب لي احصائيات، وريني ابداعك ازاي هتقول لي كيف يجهز الكابتن حسام البدري طريقته لضرب خطه الوداد المغربي، وريني ابداعك في هذا الشان، احترمك واقدرك واحس ان انت فعلا راجل بروفيشنال. لما الاقي كل كلامك عن المعركه الشرسه في الانتخابات وتديني بس هم دقيقتين على فريق النادي الاهلي اللي هو نادي القرن اللي هو النادي اللي بيمثل مصر
بيلعب في نهائي دوري ابطال، مش ماتش في الدوري. هو لو ماتش في الدوري كانت الدنيا مشيت، ما هو نادي الزمالك عنده انتخابات وبيلعب في الدوري والدنيا ماشيه والتغطيه للانتخابات نادي الزمالك مفيش مشكله، واحنا محدش قال محدش هيغطي الانتخابات. ما كانش النادي الاهلي هنغطي الانتخابات بالشكل الحيادي التام اللي بيقبله جمهور النادي الاهلي، مش اللي يقبله حد معين. ولكن احنا بنتكلم على الحدث الاهم. ايه الحدث الاهم؟ الناس كلها دلوقتي بتدور ازاي هتروح الماتش ومشكله التذاكر ايه، والنادي الاهلي هيلعب امتى، والاتحاد الافريقي خلى الماتش يوم السبت ما خلاهوش يوم الاحد. ده الحدث الاهم، هو ده المين ايفنت في انجلترا، يقول لك البيج فينيو. هتيجي تتكلم مع اي حد بره يقول لك الحدث الاهم هو المباراه. احنا لا يعني مش هنقول بقى نتفه بموضوع الانتخابات وهنركنه على جنب، ولا الكلام ده هياخد وقته وهياخد طريقته وهياخد اسلوبه وله منهج معين. ولكن انت حضرتك مستني مني ان انا اقعد اكلم سيادتك على المعركه شرسه وقوائم ومين اقوى ومين اقل ومين ومين ومين، ولا اقول لحضرتك الكلام اللي انا هقوله لسيادتك دلوقتي اخر استعدادات النادي الاهلي وقائمه الكابتن حسام البدري ومين كان متالق في التقسيمه ومين الكابتن حسام البدري بيفكر في ان هو يلعب وطريقه لعب الولاد ازاي. هو ده الجمهور، الجمهور بيحب الكوره، الجمهور بيحب الكوره، احنا الشعب المصري بيحب الكوره، جمهور النادي الاهلي جمهور كروي، جمهور درجه ثالثه لسه كانوا موجودين في برنامج الكوره والجماهير. الناس بتحب الكوره، بتعشق الكوره، ناس بتتكلم على فرقه الوداد احسن من زملاء تانيين وهم بيتكلموا بيحللوا في طريقه الوداد. ولكن في ناس تانيه بتتكلم بس عشان تتشاف، سايبه الدنيا كلها، وهو المشهد المتصدر هو انتخابات النادي الاهلي. يا جماعه لو سمحتوا، لو سمحتوا، في حدث اهم، حدث يمثل مصر. مصر هي اللي بتلعب ممثله في النادي الاهلي، بطوله رقم 9 لدوري ابطال افريقيا، شرف لاي مواطن، 104 مليون مواطن شرف ليه، حتى ولو كان لم يكن ينتمي للنادي الاهلي، ان يكون نادي مصر بيحصل على هذا اللقب ويذهب الى مونديال الانديه. احنا عايشين حاله انتعاشه مصر تصل الى كاس العالم، عايشين حاله من الانتعاشه في هذا الشان، وفرحانين ومبسوطين ان احنا كسرنا وفكينا النحس وذهبنا الى كاس العالم. اذا احنا ننطلق الى الامام. وعلى فكره من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه السياسيه ومن نواحي كتير جدا مصر بتحارب لكي تعتلي اكتر في هذا الشان. احنا البلد بتحاول انها تزق نفسها لقدام، والنادي الاهلي هو انجح مؤسسه رياضيه في مصر، شاء من شاء وابى من ابى، غصبا عن الكل. ما شاء الله النادي الاهلي قدره ان هو يكون نادي القرن، ونادي القرن جه عشان بطوله دوري ابطال افريقيا، عشان بطوله دوري ابطال يعني ابطال الكؤوس. ودايما هفكر حضراتكم من 82 النادي الاهلي خد البطوله، 83 وصل الفاينل، 84 85 86 كسب بطوله دوري ابطال الكؤوس، 87 كسب دوري ابطال افريقيا. الحقبه دي خلت النادي الاهلي في مكان تاني. تعالوا بقى حقبه التسعينات، 93 ابطال الكؤوس، وبعد كده نخش على الالفينات والنادي الاهلي وتصدره في المشهد الافريقي. اذا نادي القرن اللي الكل بيفخر بيه جاء بسبب دوري ابطال افريقيا اللي الناس سايباه وقاعده بتتكلم في الانتخابات والقوائم. انا ما قلتش ما تتكلمش، اتكلم، بس ادي فريق النادي الاهلي حقه، ادي لعيبه النادي الاهلي حقها. لعيبه النادي الاهلي اللي القوام الرئيسي من منتخب بلدك ومنتخب مصر هم من لعيبه النادي الاهلي، اديهم حقهم لان هم بيلعبوا باسم مصر. ويحسب للكابتن حسام البدري، كابتن السيد عبد الحفيظ والجهاز، وايضا حشيد بدور مجلس الاداره النادي الاهلي، انه قدر يقفل على الفريق في اخطر مرحله. محدش من الجمهور بيحب الانتخابات، وانا بقولها لحضراتكم ومنتهى الثقه من هذا الامر. الكل يجري وراء فريق الكره، فريق الكره في ناس برضو بتصدر المشهد. فريق الوداد ده فريق سهل، النادي الاهلي كسبه بكده. فريق الوداد من افضل الفرق الموجوده على الساحه الافريقيه، فريق تاهل الى نهائي دوري ابطال افريقيا. فريق مش سهل خالص، واللي قال الكلام ده جمهور كان لسه موجود هنا في قناه النادي الاهلي. وجمهور هتلاقيه حضرتك في الشارع وعلى القهوه وفي كل مكان وفي الشغل في كل مكان بيتحدث عن الوداد، وعارف نجومه وعارف طريقه لعبه وعارف مدربه اللي كان بيشتغل في قطر وعمل ايه مع فريق السد القطري. هو ده جمهور النادي الاهلي، وهو ده اللي عايزه جمهور النادي الاهلي. فيا ريت نلتف
دايما الناس الثانيه بتلتف حوالينا. احنا برضو استعرضنا مع حضراتكم في مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، كيف التفت الصحف التونسيه والتف الاعلام التونسي بخلف الترجي التونسي ثم من بعده النجم. عايزين يا جماعه بعد اذنكم كل وسائل الاعلام تلتف حول النادي الاهلي، عنده مباراه مصيريه يوم السبت المقبل في نهائي دوري ابطال افريقيا باذن الله يكون منصور. ابتدي اخش مع حضراتكم في تدريبات النادي الاهلي الاستشفائيه اللي خاضها مران اليوم. النهارده شارك برضو بعض من اللعيبه في التمرين الاستشفائي. التمرين الاستشفائي دوت النادي الاهلي بيلعب بحمل بدني مرتفع، هذا الحمل البدني المرتفع بيحتاج الى توازن في الامور. في لعيبه كتير جدا كان عندها اشواط مهمه وصعبه وقويه في اخر مباريات النادي الاهلي على الساحه الافريقيه وايضا على الساحه المحليه. النادي الاهلي واجه الرجاء في مشواره، ثم واجه الاتحاد السكندري في مشواره، ثم واجه الترجي والنجم الساحلي ذهابا وايابا. فالكابتن حسام بدري والكابتن انيس الشعلالي ومعاهم كابتن ابو العلا، معاهم دكتور خالد محمود، ومعاهم كابتن احمد ايوب والكابتن سيد معوض، كابتن طارق سليمان. انا بجيب القوام الرئيسي للجهاز الفني لان هم دول صراحه ابطال. ابطال انه يجيب لك دوري، يجيب لك كاس، ويوصل الى هذه المرحله من دوري ابطال افريقيا مع كل الامور والمشاكل، وموسم كان لا ينتهي، ما كانش عايز ينتهي الموسم اللي فات. دوري وكاس وتوقفات وكاس امم افريقيا وماتشات كاس العالم، انه يصل بيك الى هذه المرحله، دول ابطال. فالكابتن حسام البدري شارك سعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيع وعلي معلول ومحمد هاني ومؤمن زكريا جونيور راجيولي سليمان السوليه وليد ازارو في تدريبات استشفائيه اسمها اكتيف ريجنريشن. دي بتبقى مهمه جدا، بيشتغل فيها الجزء الاعلى من الجسم وبيبتدي مع الجري وبعض التدريبات الموجوده في صاله الجيمينيزيوم بيبتدي الجسم يستعيد نشاطه مره ثانيه عشان يخش على تمرينه الحمل الثقيل. ده بعد ما بيشاركوا طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده التسخين والاكتف وورم اب للعيبه النادي الاهلي. اكتف وورم اب يعني في تسخين نشط بينشط كل العضلات اللي موجوده في اللعيبه عشان يبتدي يستحمل الحمل بتاع التمرين. بقيه اللعيبه اللي لم تشارك في لقاء النجم الساحلي وابرزهم عبد الله السعيد، عماد متعب شارك في النجم في لقاء النجم الساحلي ولكن ايضا كان موجود في التدريبات الاخرى. كابتن حسام بدري قسم الفريق على التمرين على مجموعتين، كان بيعتمد الكابتن حسام البدري على بعض الجوانب التكتيكيه وابرزها التسليم والتسلم والتحرك بدون كره، ودي من اهم سمات النادي الاهلي. وفي حاجه مهمه جدا، وبصوا الصوره دي برضو انيس الشعلالي مع محمد نجيب، طبعا كابتن انيس الشعلالي والكابتن محمد نجيب واحد من النجوم الكبار اللي موجوده في النادي الاهلي. محمد نجيب وهفضل كل مره اشيد بيه دور محمد نجيب اللي ما بيطلعش ما بتسمعلوش اي مشاكل. ايضا بصراحه كل لعيبه النادي الاهلي ما بتسمعلهمش اي مشاكل، ودي اخلاق النادي الاهلي التي لن تتغير ولن تتغير. هرجع اتكلم مع حضراتكم على ان الكابتن حسام البدري اغلب جمله التكتيكيه اللي بتحصل في التمرين هي اللي بتشوفها في المباراه، انك ازاي بتقدر تلعب منافس هيلعبك بطريقه دفاعيه، ازاي هتقدر تفك هذه الشفرات الدفاعيه بالتحرك والتسليم والتسلم بدون كوره، وازاي هتلعب على المساحات لانك عندك الناس اللي بتلعب كوره وعندك الناس اللي بتعرف تجري في مساحات وعندك الباكين. وطريقه الكابتن حسام البدري انه دايما بيضرب الديفنسات بالباكين، وشفنا ما حدث من معلول على مدار او احمد فتحي سواء في الدوري او في الكاس او في دوري ابطال افريقيا، وده اللي كان موجود لكابتن حسام البدري في تدريباته. التدريبات البدنيه خدت 20 دقيقه للعيبه اللي ما شاركوش، وبعد كده دخلوا في التقسيم اللي انا قلت لحضراتكم عليها عشان يبتدي نادي الاهلي يكمل استعداده للنهائي الكبير جدا 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 لدوري ابطال افريقيا. على فكره برضو احنا لازم نشكر اداره وادي دجله واداره نادي الزمالك ان هم قبلوا ان هم ياجلوا ماتشهم من يوم السبت ليوم الاحد عشان ماتش النادي الاهلي، وده شكر واجب وموصول لازم نقول للناس المحترمه اللي بتحط مصلحه البلد فوق مصلحتها، وده شيء يحسب ليهم. النادي الاهلي هيتدرب في برج العرب، هيتجمعوا
في ملعب التتش في العاشرة صباح اليوم عشان يبتدي بقى النادي الأهلي مع الكابتن حسام بدري معسكره في المغلق استعدادا لمواجهة الوداد. الكابتن حسام بدري اختار 23 لعيب عشان هذا اللقاء. هقول لحضراتكم شريف إكرامي اللي رجع وشارك في تمرين اليوم مفيش أي مشكلة، كان امبارح بيعمل تمرين أيضا استشفائي خفيف ولكن دخل النهارده في التمرين. احمد عادل، محمد الشناوي، خط الدفاع سعد سمير، محمد نجيب، رامي ربيع، صبري الرحيل، علي معلول، محمد هاني وحسين السيد، هشام محمد، عمرو السوليه، وليد سليمان، احمد حمودي، احمد فتحي، احمد الشيخ، ميدو جابر، مؤمن زكريا، كريم ندبت، وعبد الله السعيد، وفي الامام عماد متعب، وليد ازارو، وجونيور اجايي. دول المجموعه الرئيسيه، ما فيش حد تم استبعاده الا الاصابه، كل من طبعا حسام عاشور ومروان محسن وصالح جمعه وباقي اللعيبه طبعا اللي مش هنقول استبعدوا لكن هم اصلا مش في القائمه الافريقيه. هفكر حضراتكم بيهم: عمرو بركات، واكرم توفيق، وباسم علي، وايمن اشرف، تاكا الجنوب افريقي، اسلام محارب، واللاعب السوري عبد الله الشامي. بعثه الفريق هتاخد الحافله الخاصه بيها من ملعب التتش بفرع الجزيره وهتتجه الى ملعب برج العرب في العاشرة في 11 صباحا. وعشان النادي الأهلي هيتمرن طبعا يوم الجمعة الساعة 7 في نفس توقيت المباراة، وإن شاء الله تكون المباراة يوم السبت. واللعيبة اللي مش هتكون مشاركة في المباراة هتكمل تدريباتها بشكل يومي خلال تواجد الفريق في الإسكندرية استعدادا للقاء الأهلي المنتظر. أكمل مع حضراتكم أخبار النادي الأهلي. كابتن سمير عدلي خبرة كبير جدا 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 في الإدارة، بينسق مع السفارة المغربية الحصول على التأشيرات طبعا لبعثة النادي الأهلي. كابتن سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية، واحد من صراحة مديرين الكرة والناس اللي ليهم خبرة في إدارة كرة القدم، خبرة كبيرة جدا. كلنا اتربينا وبوجود كابتن سمير عدلي في منتخب مصر، ولو حضراتكم تتذكروا كان موجود في مونديال 90، كل البطولات الكبيرة كان موجود فيها كابتن سمير عدلي، ربنا يديله الصحة ودايما كده يبقى شعلة نشاط، ما شاء الله بيعمل شغل على أعلى مستوى. كابتن سمير عدلي أشاد بالسيد محمد خليل قنصل مصر في المغرب، وده شيء دائم ما شاء الله برضو في كل بعثة للنادي الأهلي مع تونس، مع المغرب، مع أي دولة إفريقية، مع زامبيا. النادي الأهلي في مشواره في دوري أبطال أفريقيا الصراحة كل السفارات المصرية ومن كل الشكر لوزارة الخارجية المصرية، دعم غير طبيعي للنادي الأهلي في كل شيء في كل الجوانب. عارفين قيمة النادي الأهلي كويس قوي، عارفين إن هو بيمثل مصر فبيدعموه بكل السبل المتاحة. وتواصل معهم كابتن سمير عدلي عشان استخراج التأشيرات لبعثة أيضا الوداد اللي تمت الاستجابة بها على الفرق وعلى الفور، وكل أعضاء البعثة خدوا التأشيرات. وأيضا تحدث كابتن سمير عدلي مع مدير الكرة بالوداد عشان ترتيب كافة الأمور لتنظيم بعثة الوداد وتوفير وسائل الانتقال وحجز الملاعب وكافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة. ده موضوع مهم جدا جدا جدا، يكون عندك إدارة يا كابتن سمير عدلي كابتن سعد عبد الحفيظ بيظبطوا لك كل هذه الامور، فرقه النادي الاهلي ما بتحسش بهذا العبء. وده يعني دور اداري مهم جدا، بيريح لك فرقتك وهي داخله عشان تبقى مركزه في الماتش وفي التمرين فقط، لان اي مشكله بتواجه انت بتتكلم على بعثه فيها قوام ده لما بيحصل له اي مشكله مش هيؤدي في المباراه بالشكل المطلوب. ايضا كابتن سمير عدلي اجرى اتصالات بالسيد محمد المزلي قنصل المغرب في القاهره لاستخراج ايضا تاشيرات سفر بعثه الاهلي الى المغرب لخوض مباراه العوده، والعلاقات الطيبه اللي تربط بين الوداد والاهلي، كذلك بين السفاره المصريه في المغرب ونظيرتها في القاهره. وافكر حضراتكم تاني ان الاهلي والوداد هيصل او هيلعبوا يوم السبت المقبل الساعه 7. وبعثه الوداد وصلت في مطار برج العرب في الساعة 7 مساء اليوم، والصراحة تكونت البعثة من 73 فرد، اللاعيبة والجهاز الفني والإداريين والإعلاميين، وأيضا عدد من جمهور الوداد زي ما حضراتكم شايفين في هذا الفيديو. ودي هذا الفيديو بقى هم بداية سفرهم من مطار محمد الخامس في المغرب عشان يتجهوا إلى القاهرة. هم جم على طيارة خاصة
الصراحه المدير الفني الكفء لفريق الوداد المغربي الكابتن حسين عمر. عايز اقف وقفه ان الراجل ده بيدي تصريحات في منتهى الاهميه، هو متواضع جدا في تصريحاته. واللي متواضع جدا في تصريحاته دوت تبتدي مش هقول لك تقلق منه بس تفكر معاه. تصريحاته كلها احنا عارفين قيمه النادي الاهلي، النادي الاهلي اكبر فرقه في افريقيا، نادي القرن و الى ذلك، عنده الافضليه، عنده لعيبه جامده، احنا برضو عندنا لعيبه كويسه وعايزين نفرح شعب المغرب. التصريحات ديت تحط لك فكر حسين عمطة في لقاء او لقاء اي نهائي دوري ابطال افريقيا في سياق مهم جدا. الراجل دوت مركز، مذاكر، مستعد، وده عشان الناس اللي بتستهون بلقاء الوداد المغربي. لا، الوداد المغربي فرقه محترمه، فرقه وصلت لنهائي دوري ابطال افريقيا، عندهم عناصر مهمه جدا وهيكونوا هيحاولوا يكونوا على اعلى مستوى، لكن ان شاء الله النادي الاهلي بجمهوره، بلاعبته، بتالق لاعبته، لعيبه نسيت ان شاء الله تكون نسيت بقى الفرحه الكبيره بتاعه السته للنجم الساحلي، ويبتدوا يركزوا في لقاء النهائي باذن الله ويكونوا منصورين. لقاء الوداد المغربي على شوطين، الشوط الاول في برج العرب، الشوط الثاني هيكون في المغرب. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي في اللقاء. هروح لخبر حلو وخبر بيبين لك النقله اللي ابتدت مصر تخش فيها. المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ممثل لجنه الانديه في مسابقات الكاف، ايضا مع وجود 8 من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره المصري في هذه الهيئات. حاجه جميله جدا واضافه كبيره جدا للرياضه المصريه ان يكون عندك ممثلين في مسابقات ولجان، الثمان لجان اللي موجوده في الاتحاد الافريقي، ده شيء يذوق للفخر، الفخر ان انت ابتديت مره ثانيه تعود لتسيد الكره الافريقيه، عندك فرقه واصله كاس عالم، عندك فرقه ايضا كنادي اهلي ممثله في رئيسها المهندس محمود طاهر تصل الى نهائي دوري ابطال افريقيا، فده يبين لك المؤشر العام للكره المصريه ماشي ازاي. عايز تعرف مؤشر الكره المصريه ماشي ازاي من الناحيه المحليه، بص النادي الاهلي وصل فين في دوري ابطال افريقيا عشان نبقى واضحين. من الناحية العالمية بص منتخبك وصل إلى إيه؟ أنت عندك منتخب وصل إلى نهائي كأس أمم إفريقية وكان حتى متقدم على الكاميرون بهدف محمد المني، ثم جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن المصرية واستطاعت الكاميرون الفوز بهذا اللقاء، ولكن في نفس الشيء أنت ذهبت إلى كأس العالم، إنجاز لم يحدث من 28 سنة. الموضوع بتاع المهندس محمود طاهر وهو رئيس لجنة الأندية في الاتحاد الأفريقي ولجنة في رئاسة لجنة الأندية، ودي بتبقى تنظيم المسابقات ورخصة الاحتراف. تنظيم المسابقات في العهد الجديد لكرة القدم بيبقى ليها أبعاد كتيرة جدا، أولا أبعاد تسويقية، أبعاد تنظيمية من إزاي البطولة تبقى منظمة على أعلى مستوى، يبقى ما فيش أي قصور، نوعية الملاعب على أنهي مستوى، الحضور الإعلامي، حاجات كتير جدا وبنود كتير جدا مهمة جدا عشان تنجح لك مسابقات الاتحاد الأفريقي. أنت داخل في عصر جديد في أفريقيا فبتحاول إلى حد ما تواكب، احنا مش هنقول تبقى زي أوروبا، ولكن أفريقيا بسبب بطولة دوري أبطال أفريقيا وأيضا كأس الأمم الأفريقية ابتدت الملاعب في افريقيا تشهد طفره، على الرغم ان انت بتعاني في دول غرب افريقيا وبعض الدول الافريقيه من ضعف وصعوبه الملاعب. كل هذه الامور مع وجود ممثل لمصر ممثلا طبعا في المهندس محمود طاهر، فخر كبير جدا للكره المصريه، وايضا رخصه الاحتراف. دلوقتي الكره اصبحت بزنس، البزنس ده هو اللي بيدير المؤسسه. سير اليكس فيرجسون واحد من اعظم عظماء التدريب في العالم وليس فقط في انجلترا، المدرب اللي خلى مانشستر يونايتد يصل الى ما هو عليه الان، واحد من اكبر الانديه على مستوى العالم جماهيريا وايضا اكثر الانديه حصولا على الدوري الانجليزي، يقول لك نادي مانشستر يونايتد هو مؤسسه وشركه وانا كمدير فني موظف في الشركه. فلما يطلع هذا التصريح من مدرب بهذا الشان يفهمك ويبين لك الكلام ده كان فين؟ ده كان 99/2000 لما خد مانشستر يونايتد الثلاثيه. احنا دلوقتي بنتكلم بقى بعد هذا التصريح ب 18 سنه، فيقول لك ان الافاق البعيده لكره القدم التسويق والبزنس والاحتراف، ان انت يكون عندك في كل لجنه او في كل مكان داخل مؤسستك والمنظومه بتاعتك احترافيه. احترافيه يعني في ايه؟ يعني تجيب اكتر واحد بيفهم في موضوع كره القدم، ده ممثل فيه كابتن حسام البدري
كابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني بالكامل وملف الكرة معاهم، وما شاء الله انت بتدعمهم في التسويق انك قادر تجيب سبونسرات باسمهم ما شاء الله النادي الاهلي تيشيرت او قميصه، مفيش مكان لسبونسر. يعني دلوقتي وصل النادي الاهلي في هذا الشأن لاعلى المراحل، بتجيب لعيبه منتخبات اجانب محترفين، عندك معلول، عندك لعيب منتخب تونس اجايه، منتخب اولمبي نيجيريا، نفس الشيء بالنسبه لازارو منتخب اول واولمبي للمغرب، حتى كوليبالي الهارب منتخب اولمبي للكوتيفوار، كل هذه الامور داخله طبعا من قبلهم ايفونا منتخب الجابون، كل هذه الامور بتبين لك قد ايه مستوى وشق الاحتراف. البيزنس في كره القدم انك ازاي تستثمر، بس تضخ فلوس وتجيب موارد وتصل بيه بمنظومتك الى الاحترافيه، فيكون عندك في ملف كره القدم لجنه احترافيه، ملف تنظيم المباريات، وشفنا اداره المباريات وازاي قدمنا نموذج لكل انديه مصر وحتى لاتحاد الكره المصري عشان عوده الجمهور، ازاي دلوقتي انت بتقدر بتسجل على طريق الانترنت وتاخد تذكرتك وتصل الى المباراه وبتكون عندك قاعده بيانات، كل هذه الامور جديده في كره القدم. ده حاجه مهمه جدا، ايضا في ان انت تتفوق في الرياضات الاخرى، كل هذه الامور هي دي الاحتراف والبزنس. ولو انت معكش، هي مش موضوع مجرد موارد ماليه، ولكن ان انت ازاي تجيب موارد ماليه وتصرفها في ايه يحقق لك نتيجه، هي دي المعادله الصعبه في كره القدم، وهو ده ودي حاجه من الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها بشكل اوفض في الفتره المقبله، لان الكره اتنقلت في كل دول العالم بهذا الشكل. فوجود المهندس محمود طاهر في موضوع هذه اللجان شيء صراحه يدعو الى الفخر. ايضا خلينا نتكلم على وجود الكابتن هاني ابو ريزه في رئيس الاتحاد المصري لكره القدم على مقعده في اللجنه التنفيذيه للكاف، حاجه جميله جدا، ودايما نفخر ان وجود الكابتن هاني ابو ريزه على المكتب التنفيذي في الفيفا ممثلا ان بيمثل مصر، دي حاجة على أعلى مستوى تخليك برضو تحس إن أنت متواجد في الكرة العالمية وأيضا في الكرة الأفريقية على أعلى المستويات. أيضا السيد أو الكابتن عصام أحمد منصب السكرتير العام للجنة التنفيذية، الكابتن أحمد مجاهد عضو مجلس اتحاد الكرة أيضا في اللجنة التنفيذية التنظيمية عفوا لبطولات كأس الأمم الأفريقية، ده شيء إيجابي جدا. كابتن مجدي عبد الغني بسبب مش بس بسبب هدفه في كأس العالم، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أيضا ضمن اللجنة التنظيمية لبطولات أمم أفريقيا للناشئين والشباب والأولمبية، ده كلام جميل جدا. لجنة تطوير بطولات الكرة الشاطئية دخل فيها اسم الزميل الإعلامي خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ده حاجة إيجابية جميلة جدا. كابتن عصام عبد الفتاح لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في لجنة الحكام في الكاف، والكابتن حازم امام ايضا كان ما بين لجنه التطوير. وجود الكوكبه من اتحاد الكره وايضا وجود المهندس محمود طاهر في لجان الاتحاد الافريقي ده شيء يدعوك للفخر، وبيبين لك المؤشر العام برضه موضوع انطباع لايه؟ هذكر حضرتك عندك فريق وصل منتخب فاينل كاس امم، وصل لكاس العالم، نفس الشيء عندك فريق بينافس على دوري ابطال افريقيا النهائي وكسبان ما شاء الله دوري وكاس، وباذن الله يحصل على الكاس التاسعه باذن الله لدوري ابطال افريقيا، ودي حاجه مهمه جدا. لم تضم بقى لجان بطولات كاس الامم الافريقيه المحليين والكره النسائيه والشؤون القانونيه واللجنه الطبيه اي مصريين ان شاء الله في الفتره المقبله، ولكن كل الفخر وكل الشكر لهؤلاء الكوكبه في وجودهم في اللجان التنفيذيه للاتحاد الافريقي. ناخد بقى حضراتكم من هذا الشأن، وده كان خبر مهم جدا كان لازم اتكلم فيه مع حضراتكم، الى ماذا يحدث في الجانب الاخر. وكنت اتكلمت على تصريحات حسين عمطة المدير الفني لفريق الوداد المغربي، ولكن خلينا نشوف وسائل الاعلام في المغرب بتتكلم ازاي على هذا اللقاء. موقع البطوله المغربي الاصباحي جاهز لمواجهه الاهلي، أكد أنس الأصباحي لاعب فريق الوداد الرياضي المغربي في تصريح إذاعي تعافيه بشكل كامل من الإصابة اللي بيعاني منها والتي تسببت في ابتعاده عن الملاعب لأسابيع، أشار اللاعب إنه جاهز لمواجهة النادي الأهلي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا، الأمر اللي تعكسه مرافقته طبعا للبعثة اللي وصلت إلى مصر اليوم، وهيكون مشاركته في برج العرب طبعا بيد اختيارات المدير الفني حسين عمطة. وجدير بالذكر ان البعثه بترأسها سعيد المصيري رئيس الفريق اللي
موجود في على رئاسة بعثة نارو كان موجود وحتى كان له تصريحات هقولها لحضراتكم الآن. وأيضا موقع البطولة المغربي خد تصريحات للنصيري اللي بيرفع معنويات اللعيبة أو قبل مباراة برج العرب. قال ان سعيد النصيري طبعا رئيس فريق الوداد الرياضي فضل الجلوس الى جانب اللاعبين والحديث معهم اثناء رحلته طبعا الى مصر. وفي السياق تكلم معاهم اهو ادي صورته وهو مع اللعيبه. قال ان موقع برج العرب امام الاهلي بترسم قد ايه صعوبه ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا وايضا ايابه. وبيتكلم على قيمه النادي الاهلي وايضا لكن في تحاضر في حضور للاعيبه الوداد ان هم جايين عشان يحققوا افضل نتيجه. صراحه كانت تصريحات مهمه جدا 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 لرئيس الوداد المغربي. على فكره فرقه الوداد اتسمت وداد من اجل ام كلثوم، وده يبين لك ان انت كدوله مصر انت بتعرف توصل لاي حد، ولكن لما تكون حابب انك توصل. فعندنا رمزي من رموز طبعا كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، ووجود أحد السادة في كان بيتفرج على فيلم اللي سيدة أم كلثوم وكان بيتكلم على موضوع الوداد، فسمى نادي الوداد اللي بيلعب النادي الأهلي نادي القرن في نهائي دوري أبطال أفريقيا على اسم سيدة أم كلثوم وأحد أغانيه وأحد أفلامها. وده يبين لك قد إيه الرياضة المصرية أو لما غير الرياضة المصرية أنت عندك قوة ناعمة تقدر تتأهل أو تقدر تحقق لك حاجات كتير جدا، وياريت أن احنا نكمل في هذا الشأن. نروح سريعا إلى كرة اليد والألعاب الأخرى وملوك الصالات. النادي الأهلي ما شاء الله الموسم الماضي ملوك الصالات بكل المقاييس، وتحية طبعا عندنا هنا في النادي الأهلي عشان بس برضو نفكر الناس عندنا برنامج ملوك الصالات كابتن هيثم السعيد واحد أيضا من نجوم كرة الصالات كرة السلة، واحد أنا كنت يعني بقول عليه كده ميلر الباسكت بول في مصر، بيقدم لنا برنامج ملوك الصالات اللي ما بيسيبش فيه اي حاجه تخص اي من الرياضات الاخرى. فريق كره اليد بالنادي الاهلي بقياده المدير الفني الكابتن عاصم حماد لاعب فريق الحمامات التونسي وتعادل معه 26-26 في خامس ايام البطوله الافريقيه لانديه ابطال الدوري اللي بتستضيفها امريكا الحمامات التونسيه. كده هيتاهل فريق النادي الاهلي الى ربع النهائي عشان يلاعب فريق كينشاسا الكونغولي اليوم اللي هو احنا خلاص عدينا الساعه 12 فهو يوم الخميس. وكل التوفيق لنجوم النادي الاهلي وابطال وملوك الصالات اللي صراحه بيشرفونا في كل مكان هم موجودين فيه، ويا رب يا رب يا رب برضو يجيبوا لنا بطوله افريقيا عشان يكون الاكثر تتويجا في العالم في كل الرياضات. وده شيء ما حصلش برضو، احنا لما نيجي نتكلم على وقائع النادي الاهلي انه يتسايد في كل البطولات القاريه لكل الالعاب الجماعيه، وان شاء الله بامر المستعان ان شاء الله نادي الاهلي يفوز بالكاس التاسع لدوري ابطال افريقيا، هيبقى كده كل الالعاب الجماعيه النادي الاهلي سيطر عليها في القاره الافريقيه. نروح للكالتشيو الايطالي، الدوري الايطالي، الدوري اللي السنه دي مختلف تماما. اصبحت هناك منافسه قويه جدا ما بين كل الفرق، واقول لحضراتكم نتائج الجوله العاشره اللي اقيمت اليوم. النهارده لعب فريق اتلانتا امام فيرونا الايطالي، اتلانتا كسب بثلاث اهداف مقابل لا شيء. بولونيا يسقط امام لاتسيو اللي بيقدم موسم استثنائي، لاتسيو كسب الميلان وكسب اليوفي وكسب اليوفي حتى في سوبر ايطاليا. لاتسيو هذا الموسم مع سيموني انزاجي اللي هو شقيق فيليبو انزاجي لاعب طبعا ونجم اليوفي ونجم الميلان حاجه ثانيه. فيرونا بيقع امام الميلان باربع اهداف مقابل هدف، والميلان بيرجع مره ثانيه يستعيد عافيته بعد خسارته امام الانتر، واليوفي يفوز على سبال باربع اهداف مقابل هدف. ايس روما يتفوق على كورتيوني بهدف مقابل لا شيء، وكالياري يتفوق على بينيفنتو بهدفين مقابل هدف. جينوا يسقط امام نابولي في واحده من افضل اللقاءات، فريق نابولي مع المدير الفني ساري من افضل الفرق اللي في اوروبا اللي بتلعب كره قدم، ونابولي بيلعب كره غير ايطاليه، كلها كره جميله قريبه كده من كره اسبانيا وكره جوارديولا. تفوق على جينوا بثلاث اهداف مقابل هدفين.
فيورنتينا تفوق على تورينو بثلاث اهداف مقابل لا شيء، وساسولو يسقط امام اودينيزي بهدف مقابل لا شيء. اقول لحضراتكم سريعا، نابولي تتربع على عرش الدوري الايطالي حتى الان ب 28 نقطه، وانا داعم جدا لفريق نابولي هذا الموسم عشان طريقه الكوره اللي بيلعبوها. الانتر في المركز الثاني ب 26 نقطه، اليوفي في المركز الثالث برصيد 25 نقطه، لاتسيو في المركز الرابع 25 نقطه ولكن فارق الاهداف، و إيه اس روما في المركز الخامس برصيد 21 نقطة، ودي توابع صلاح وهو موجود في روما حاجة وهو بعيد عن روما حاجة تانية. ده الكالتشيو الإيطالي، ودي صورة ميرتنز نجم نادي نابولي المرشح الأكبر من وجهة نظري الشخصية إنه يكون له دور مهم جدا في الكالتشيو الإيطالي هذا الموسم. أروح لحضراتكم ليه كأس رابطة الإنجليزية. كأس رابطة الإنجليزية ده كأس عشان الفلوس، عشان الرهانات، عشان حاجات كتير جدا ما بيأهلش لأي حاجة. فريق تشيلسي تفوق على ايفرتون بهدفين مقابل لا شيء. على فكره ايفرتون اقال المدير الفني الهولندي رونالد كومان من القياده الفنيه للفريق، وكان اخذ فتره كبيره جدا رونالد كومان مع فريق ايفرتون ولكن تمت اقالته. ده كان على ملعب ستانفورد بريدج. واروح للقاء اخر، واحد من الدربيات الصعبه جدا، من اقوى الدربيات اللي موجوده في انجلترا، توتنهام امام ويستهام، وويستهام يتفوق على توتنهام بثلاث اهداف مقابل لا شيء على ويمبلي ستاديوم اللي بيلعب فيه توتنهام هذا الموسم، حتى انشاء طبعا ملعب جديد بعد تركه للوايت هات لين. ولكن هي اصابه مش موجعه كتير لان الانديه في انجلترا في هذا الموسم او في هذه البطوله، هي حتى اسمها دلوقتي كاس كارباو على الراعي، هي بتبقى بطوله بيشرف فيها المديرين الفنيين اللي بقى بتلعب في دوري ابطال اوروبا، بتلعب على الدوري الانجليزي بشكل كبير، بيشركوا فيها البدلاء، فما بتبقاش مهمه جدا الفرق اللي بتنافس على البطوله. ده كان اخر خبر معايا النهارده، وبكده نكون كملنا حلقه الحصاد اليوم. اتمنى انها تكون قد اسعدتكم. حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.